تخفي خيام النازحين هذه بين جنباتها قصصا مؤلمة لأحباب لم تكتمل رحلة نزوحهم الجماعية بفعل الاحتلال الذي فرق بينهم مخلفا الحسرة في قلوب أحبابهم. أنا زهوة فرج السموني، إحنا نازحين من غزة، رحلونا اليهود إلى جنوب غزة، إحنا جايين من عن الممر اللي بسموه الممر الآمن، بالنسبة إلي الممر المخيف جدا، كنا بنمشي اللي هم زعقوا على أبويا وأخدوه أسروه، لما أخدوه كتير تعبت أنا، يعني نفسيتي تعبت على الآخر. أبويا لما زعقوا عليه كان ماسك إيدي، زعقوا عليه ساب إيدي، لما حسيت إنه أبويا راح مني يعني كتير، يعني أنا حسيت إنه خلاص بطل إلي أمان، بطل إنه معي الحنان، بدي أبويا، ليش أخدتوه يعني؟ أخدوه من بين إيدي. أنا بس بدي أبويا، بدي أبويا، يلا بدي أبويا، هاي صورة أبويا كمان، هيا هيا أبويا، أنا كتير بحبه كتير. يعني وضعنا صعب، حتى الليل ما بنعرفش ننامه، يعني الخيمة هذه مش أمان كمان، الليل ما بنعرفش ننام، أحيان بصحى في الليل حتى هم أحيان بصحوا علي بلاقوني صاحية وبعيط، أحيانا هم بتفززوا هيك فجأة، إيش مالك؟ بتقول لي حلمت القصف، حلمت أبويا اليهود بضربوه، اليهود أبويا مات، أبويا دم. بحكي لهم لا إن شاء الله بخير، بنيمها بترضاش تنام، بالذات زهوة كمان متأثرة، بضلها تعيط تعيط. احنا كنا في تل الزعتر، صار حزام ناري عندنا جنب دارنا، سحبنا حنا وطلعنا، صار يضرب علينا قذايف من الزوارق من ال 16، يعني لما وصلنا الاقصى 10 ايام هي 15 يوم اجاني خبر اخوتي انهم مستشهدين، قصفين الدار عليهم اربع طوابق، ودار ابن اخوي كمان اربع طوابق، قصفينها مع بعض هن التنتين، واخوي واولاده ومرته وكنته وبناته كلهم راحوا تحت الردم. اللي ثلاث خوات مش عارفين لا نكلمهم ولا نشوفهم، حاسين احنا في نفس الباب بس غرب، مش قادرين نشوف بعض، مش قادرين نطول بعض، وابن اخوي كمان هناك معه مش عارفينه، اولاد اخوي بنات اخوي اولاد اختي كلهم اخذوهم اليهود، رجعوا اثنين وضال الباقي عندهم. أحمد غانم، غزة، الميادين.